اليوم احنا اذا ما متنا من اجل فلسطين ومن اجل القدس ومن اجل الدفاع عن كرامتنا، شو فايدة الحياة؟ المنية ولا الدنية؟ والموت ولا المذلة؟ اليوم الخيار الدبلوماسي انا بقول يجب نحط على الرف، والله ثم والله ثم والله لو يعلن بس انه احنا مستعدين للقتال مع هذا العدو، والله ما تقلق مواطن اردني. هذا العدو ما بيعرف الا هذه لغة البلطجة، لغة الحرب، لغة الدمار، لغة القتل. ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. احنا اليوم يجب علينا ان يكون الخيار العسكري خيار استراتيجي، ايضا خيار المقاومه. ليش احنا نسقط المقاومه؟ انا بحيي كل الشرفاء في غزه اللي بيدافعوا عن شرف الامه وكرامه الامه. رسالتي انا بقول للحكومه الاردنيه الان، يجب على رئيس الوزراء الان يطلع بمؤتمر صحفي يقول انا الان قررت طرد السفير الاسرائيلي من عمان، استدعي سفيرنا من تل ابيب، الغي هاي اتفاقيه الذل والعار. ممكن تقول لي انا كمواطن اردني شو انا فادتني هاي الاتفاقيه الكذب والدجل؟ حمتني مع اسرائيل؟ انا اللي حامي اسرائيل مش اسرائيل حامتني. السفير الاسرائيلي في عمان بتنقل مثل الفار، خلص. شو مستفيد انا من السفير الاسرائيلي هون؟ وشو مستفيد من السفير في تل ابيب الان؟ احد صحفي الاحتلال بترفع عن ذكر اسمه بيقول لك الاردن مدببتين وثلاث ساعات بكون في عبدون يخسى شاربه وشارب ابوه وشارب ابو ابوه.